راح مطلع مسدس ضرب نفسه برصاص. انا قلت الله ايه يا اخواننا في ايه؟ راح كل الاوتوبيس بالروح بالدم نفديك يا زعيم، ونط من الباب ونط من الشباك، ورحت راح جاري على السواق. قلت له يا اسطى الناس دي بتعمل كده ليه؟ السواق بص لي وراح مغير اتجاه الاوتوبيس. قلت له رايح فين؟ قال لي هوصل سيادتك للعصر الجمهوري. انا قلت ده اوتوبيس مدني، رحت ناطط من الشباك انا كمان وماشي. يا دوب بمشي خطوتين لاقي زحمه وعالم. في اخواننا قالوا سياده الرئيس ربنا يا رب يطول لنا في عمره جاي يفتتح المصنع العالمي النووي لانتاج رباط الجزم. انا قلت ايه؟ اقف اتفرج على سياده الزعيم، لان انا بصراحه بحب سياده الزعيم يعني زي ما بحب سيادتك كده بالظبط. يا دوب بمشي خطوتين الدنيا اتقلبت، اللي يبوس ايدي واللي يبوس رجلي واللي يقول لك يا سلام على التواضع. سياده الرئيس وصل من غير موتوسيكلات ولا عربيات، لسه بقول لهم يا اخوانا ماليش دعوه بعمل كده، لقيت مقص في ايدي. قالوا اتفضل قص. انا احب اقص بصراحه يعني. مسكت المقص لسه هبتدي اقص، فجاه الموتوسيكلات زوت والدنيا اتدبكت. في يا اخوانا قالوا سياده الرئيس وصل. واحد قال سياده الرئيس وصل. امال ده مين؟ وعينك ما تشوف الا النور. جميع فئات الشعب بتضرب في عمال، فلاحين، اساتذه الجامعات، طلبه مدارس، وفي النهايه لقيت نفسي ملقى على ظهري في دوره مياه. والناس بقى حبكت تفك زنقتها عليا في دوره المياه. الناس قسموا نفسهم نصين، نص فك زنقته عليا والنص راح اتصار مع الرئيس. وبعدين تبادلوا بقى، اللي بيتصار مع الرئيس جاي يفك زنقته، واللي كان فك زنقته روح اتصار مع الرئيس. لا والناس تفك زنقتها عليا بغل. ريحه النشادر فوقتني بقى يا باشا. ما ينفع حمام سباحه يا باشا. لقيت نفسي قايم، اي نعم مبلول كتير بس منتعش وحالتي النفسويه كويسه، وقعدت اغني اغاني وطنيه. بس اقول لك على حاجه بصراحه يا باشا، انا ساعتها احسست بالفخر الشديد ان انا شبه سياده الرئيس، لان حقيقه هذا الكم من النشادر ما يفوقش غير الزعماء الكبار يعني. بس اعتدى للسيد الزعيم من ساعتها وما زلت بدعي له ربنا يخليهن بحق جه النبي. اللهم خلي الزعيم واديله زي ما هو عايز. عايز مانجا ياخد مانجا، عايز فراوله ياخد فراوله، عايز فلوس ياخد فلوس، هو محتاج فلوس. اللهم صل على النبي، ده بيركب ببلاش. ربنا يخليهولنا يا رب. وكتر له فيتاميناته، اللهم كتر فيتامينات الرئيس، واكله كباب وكفته طول عمره. عايز كباب لوحده ياخد، عايز كفته لوحدها ياخد، عايز مشكل وماله، واديله سلطات على قد نيته. اللهم اديله طحينه. اللهم اطحن الزعيم. اللهم اقسم من بابا غنوجه. واديله ترشي، اللهم ترشيه. اللهم فلفل له وخير له وجزر له واديله كل المشتهيات يا رب العالمين. واديله جرجير، اللهم جرجره بحق جاه النبي. اللهم جرجر الزعيم القائد. واديله بطيخ، اللهم بطخه. اللهم اد الزعيم بطيخه من غير دجل. لسه الرئيس هيقعد يتفتف وبتاع، فاضيين احنا الحاجات دي. الزعيم يلهط على طول. وابعد عنه الامراض المتوطنه. اللهم قلل من امساكه واكسر من اسهاله. ويخرب بيت اللي بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيحبه ووعده قبل ما بيكرهه. الزعيم والقائد والثوره يخليهن ويخلي جميع الزعماء. اللهم خلينا جميع الزعماء والرؤساء واديهم الصحه والعافيه كل الزعماء. اللهم اخرب بيتنا احنا يا شيخ. اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد عشان الرؤساء يصحوا الصبح مالوش حد يحكموه بقى، مالوش حد يحكموه بقى، يجيبوا عقد عمل ويروحوا السعوديه بقى. اللي عايز مروحه يجيب، واللي عايز خلاليط يجيب، كل زعيم يجيب اثنين، يخلي واحد ويبيع واحد، يبقى دخل ده في ده اكنه ما دفعش حاجه. ما انت معاهم برضه،
بس انت مش هتروح السعوديه، انت هتروح كوالالمبور. انما احنا احنا ولاد كلب، احنا بنداقي الزعماء وبنعتن عليهم، هم فاضيين لنا الناس دي. اللهم افعرنا واغنيهم، اللهم خد مننا واديهم، اللهم شلحنا وغطيهم، اللهم انفخنا وفسير. انت ممثل عظيم يا زين. اللهم فسيك انت كمان يا باشا مع الزعماء والقادة والثوار، واجعل مثواك الجنة، وان شاء الله نشوف لك جنازة عسكرية زي الفل، والجثمان مسجع على مدفع وملفوف في ورقة بفرة. هو في زيك بس غير بس كاني وماني. بس واضح عزيزهم انك شخص خطير. خطير؟ خطير ازاي يا باشا؟ خطير ومشترك في مؤامرة كبيرة لقلب نظام الحكم. كلب مين؟ مين اللي معاك؟ انت معايا اهو. قابض من مين؟ انا ما قبضتش ولا مليم في حياتي كلها. تزر الذوق مش هينفع معاك يا زلمه. ده من السعودية. ده بيجيب محطة البنزين؟ ولا بيجيب بلغم؟ بيخ جدا. لا والله لا يمكن. لا ده واجب علينا احنا يا صح. يا جدع انت بيت يا عيب. لا ده كبر قوي كده. بس شوف حكمته يا اخي، شوف البتاع دي صغيره قد ايه، يطلع منها شوف قد ايه. ده عشان انت نيتك سليمه يا باشا. عارف لو نيتك سودا يطلع لك من هنا. ده عارف ده.